بعد مرور 27 عاماً على انطلاق المسلسل الكوميدي الشهير الأصدقاء، لا يزال نجوم البرنامج ومنتجيه يحصدون أرباحاً بملايين الدولارات سنوياً، حيث حصدت حلقة لم الشمل Friends Reunion والتي تم بثها الأسبوع الماضي على منصة HBO Max نحو 5 ملايين دولار لكل منهم. حقق المسلسل التلفزيوني الكوميدي الشهير نحو 1.4 مليار دولار من الأرباح منذ ظهوره لأول مرة عام 1994، وتقدر فوربس أرباح نجوم الأصدقاء الستة بنحو 816 مليون دولار قبل احتساب الضرائب، توازي 136 مليون دولار لكل منهم. وكان للفريق الإبداعي الذي أنتج المسلسل ديفيد كرين ومارتا كوفمان والمنتج التنفيذي المشارك كيفين برايت حصة في الأرباح بنحو 550 مليون دولار تقريبا، عندما تم بث البرنامج على شبكة NBC بين عامي 1994 و2004 اجتذب نحو 25 مليون مشاهدة كل ليلة في المتوسط. لكن المسلسل لم يحقق الأرباح المرجوة حينها، وقامت شركة وارنر بروس تلفزيون وحصلت محطة NBC الأمريكية على حقوق المسلسل، لكن شركة الإنتاج تعرضت لخسائر في السنوات الأربع الأولى. بحلول الموسم الخامس من المسلسل قررت NBC بث البرنامج الكوميدي ضمن عروض ليلة الخميس، ووافقت على تغطية تكاليف الإنتاج. وخلال فترة البث التي استمرت 10 سنوات وصلت التكاليف إلى نحو 70 مليون دولار من رسوم الإنتاج لبرايت وكوفمان وكرين، ونحو 100 مليون دولار للنجوم الذين ارتفعت أجورهم من 22,500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول إلى 1,000,000 دولار في الحلقة الواحدة في السنتين الأخيرتين، ما جعل أنيستون وكوكس وكودرو الممثلات الأعلى أجرا في ذلك الوقت. بدأ المسلسل الكوميدي يؤتي بثماره الحقيقية بمجرد حصول العرض على الترخيص التلفزيوني لإعادة العرض على المحطات المحلية وشبكات الكابل والقنوات وخدمات البث. قدرت فوربس قيمة بعض هذه الصفقات بنحو 4.8 مليار دولار حصلت عليها شركة الإنتاج. لا يزال فريق الإنتاج والممثلون يتشاركون غنائم إعادة البث، وتقدر فوربس عائدات الترخيص التلفزيوني بقيمة 260 مليون دولار للممثلين، وما لا يقل عن 475 مليون دولار لبرايت وكوفمان وكرين.